امتحنت ايه؟ ايطالي. ايطالي كان كويس. وايه اخبار المراوح جوه؟ لا الجو حر قوي. في مراوح كافيه؟ لا مفيش مراوح. وخصوصا نموذج بيت، الناس كلها بتقول على ان النحو كان صعب. نموذج بيت بتبدأي بالنحو، طبعا انا بنتي بدأت بنموذج بيت، اول ما لقيت النحو في وشها اثر على بقيه الامتحان، حتى السهل ما بقتش عارفه تجاوبه. امتحان كويس؟ امتحان كان كويس؟ ربنا عوض علينا النهارده. فرنش. يا رب على الله خير ان شاء الله. انت عملت ايه بقى؟ الحمد لله. اهم حاجه الكهرباء بتقطع عندكم؟ طبعا مؤثره عليكم؟ طبعا مؤثره علينا، يعني لما مثلا الكهرباء بتقطع ما بنلاقيش مكان تذاكر فيه غير انها تقعد عند البلكونه، والكهرباء عندي بتقطع من الساعه مثلا 5 ما بتجيش غير 8. الفتره دي ماشي فيه نور بس مش قوي قوي للدرجه، فالبنت قاعده عند البلكونه ماسكه الكتاب بتذاكر. عايزك انت بقى تكلمينا عن الماده. هي ماده كويسه وسهله الحمد لله. احسن من العربي. نفسك هي تطلع ايه؟ نفسك هي تطلع ايه؟ نفسي تطلع من الثانويه العامه. والله العظيم والله العظيم في النظام اللي احنا فيه ماليش اي طلبات من ربنا غير ان انا اعدي السنه على خير. ايه الماده اللي خايفه منها؟ اللي جاي خايفه من التاريخ. التاريخ هو اللي هيبقى اصعب قوي. خايفين طبعا انه يبقى زي العربي. الانجليزي خايفين منه. المادة جاية انجليزي؟ لا المادة جاية تاريخ. تاريخ. ركز بقى، المادة جاية تاريخ. ما تخبطناش الجاية. ما تخبطناش الجاية. بالتوفيق يا حاج. يا رب. العربي أكثر مادة خايفة منها. خايفة من التاريخ. والعربي. والعربي. العربي أنا مش عارفة أحرك إيدي. طيب ما حرام. حرام. بتقولي نفسك إيه؟ بقول لك أنا نفسي تخرج من الثانوية العامة. السنة مرت عليك الثانوية العامة. الثانوية العامة دي بعبع على الناس. بعبع. تقيلة. كنا شوية على السماعة. سنة تقيلة ويا رب تعدي على خير. وجاية في الحر كمان. يعني هي بتيجي في الحر كل سنة. مش كده. أنا في الحر مكتومة. هي مكتومة دلوقتي بس. بس كفاية إن إحنا فصولنا ما فيهاش لا مراوح ولا حاجة. فصولنا ما فيهاش. اللجنة ما كانش فيها مراوح؟ لا ليها مراوح بس في النص متوجهة من النص. في النص لكن هي قاعدة قدام خالص قدام الباب فالمروحة مش جاية عليها. يعني الحمد لله احنا قدام الباب ونموذج به وكل حاجه صح. الحمد لله. ايه مش هت لا يعني نزليه بعيد عن وشي. الامتحان كان كويس؟ الامتحان كان جميل قوي ما شاء الله. يا طالعه مبسوطه. ايه الماده اللي انت خايفه؟ فرنسا بس القطعه الاولى اللي كانت كان في سؤال كده ولا سؤالين ولا كام؟ لا هما سؤالين بس هما اللي كانوا موجودين. بس انما الباقي كان عادي. طب المراوح هو عامله ايه؟ الكهرباء قطعت او حاجه؟ لا الكهرباء ما قطعتش. احنا كنا شايفينك قلقانه وانت داخله بقى السؤال. كنت شايفك جايه هنا قلقانه وقاعده. لا لا بس كان طلع حلو. طلع حلو يعني؟ كده مفيش قلق وسط بابا وماما؟ لا 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 تمام الحمد لله تمام يعني؟ هو بس امتحان العربي اللي كان وحش والحمد لله الفرنسي. ايه المواد بقى اللي انت خايفه منها اللي جايه؟ اللي جايه تاريخ طبعا. تاريخ وعلم النفس. تاريخ وعلم النفس. هو ليه كل الطلاب خايفين من ماده التاريخ؟ عشان في لك كل سنه بتيجي صعبه شويه. في حاجات كتير قوي في تحويل. جاي تاخد بنتك وبتشجعها وواقف جنبيها من قبل الامتحان. لا احنا بنخاف عليهم من بعد الامتحان ده بيعيطوا وبيغمى عليهم وحاجات كده. تقول لها ايه؟ حافظها ازاي؟ أيوة. بقول لها ربنا يوفقك عملت اللي عليكي خلاص بقى مفيش دعوه بحاجه. السنه كانت صعبه نفسيا وكل حاجه. النفسيه تبقى عامله ازاي؟ الثانويه العامه مقرفه اصلا. بعبع. مش جديده حاجه مش جديده يعني. نفسنا يخترعوا اي اختراع كده يلغوها يعملوا فيها اي حاجه. الدروس تعبنا والله. اسالك حاجه الدروس الخصوصيه لا لا الدروس الخصوصيه يا رب. قلعنا هدومنا دروس خصوصية. فلوس كام؟ فلوس كتير يا عم احسب لك بالورقة ولا كام؟ حوالي 50,000. حوالي 150,000. 150,000 مواد في مدار السنة كلها. احنا يعني 150,000 اقول لك ايه بس الحمد دروس لله. بس امال ايه؟ ما انت فاكر ايه؟ طالعة ب 100 وجاية ب 150 واكواد ب 200 ومش عارف كل يوم كل يوم دروس. كانت بتاخد كام درس في الماده؟ يعني سمعنا طلبه بتاخد ماده درس واثنين وثلاثه في الماده. ممكن في ماده واحده تاخد فيها درسين. انا الحد ده مش فاهم منه بس ملازمه حلوه. الحد ده ملازمه كويسه بس ما فهمش منه. الاكواد عشان ابقى قاعده في البيت اعرف اذاكر وابقى الموضوع بصراحه اصعب حاجه مرت عليك برضه. انت كنفسيا اكيد حاجه مرت عليك صعبه. دي تاني سنه والله كان قبلها سنتين ورا بعض ضربتين ورا بعض. ودي التانيه يعني في ثالثه ولا